السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هنعمل وصفه حلوه قوي، وهي الحمام بالفريك او الحمام اللي محشي فريك بطريقه حلوه جدا وسهله قوي، وكمان طعمها حلو جدا. بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش صلي على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وصفه النهارده ناس كتير طلبتها مني وقالت لي لازم تعملي لنا حمام بالفريك، فانا النهارده قلت لازم اعملها معاكم خطوة بخطوة، واقول لكم على سر نجاح الحمام بالفريك وازاي ما يفكش معاكي وازاي يطلع لامع وحلو قوي. هقولك على كل الاسرار وكل التكات، تابعين لاخر الفيديو عشان تعرفي كل الاسرار. اول حاجة هنسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة طبعا هبدأ بيها، وانا عندي جزئين من الحمام متنظفين كويس قوي، وعندي بهارات الشوربة هي عبارة عن عود من القرفة وورق لورا وحبهان باودر وكزبرة باودر وفصوص مستكة وفلفل اسود بالشكل ده. وطبعا زي ما احنا عارفين ان الحمام بيحب القرفة، فاهم حاجة ان احنا نضيف له قرفة، سواء قرفة عيدان زي دي او قرفة باودر اللي موجودة عندك تقدري تستخدميه، بتدي نكهة حلوة جدا. تاني حاجة عندي بصل مفروم ناعم بالشكل ده، وعندي التوابل اللي هضيفها على الفريك، وهي عبارة عن كزبرة ناشفة وقرفة وفلفل اسود وورق لورا وحبهان مطحون ناعم بالشكل ده. وطبعا ده الفريك، طبعا انا غسلاه كويس قوي ونقعته لمدة نص ساعة في مية كده، وسايباه دلوقتي ينشف ويصفي ميته كويس جدا. طبعا هو بيتضاعف حجمه اول ما انتي بتنقعيه. وبعدها هجيب طاسة على النار وهضيف لها زيت، واول ما تبدأ تسخن معايا هنزل بالبصل، وطبعا بكمية البصل كلها المفرومين ناعم بالشكل ده، وهبدأ اشوح فيه كويس قوي. محتاجة لون البصل يوصل للون الذهبي الفاتح، وبعدها هنزل بيه الفصوص المستكة، طبعا هتدي نكهة حلوة قوي. وطبعا احنا عارفين ان فصوص المستكة بتدوب في درجة الحرارة العالية، فأهم حاجة ان احنا نضيفها واحنا شغالين على النار بالشكل ده. وطبعا محتاجة اشم ريحتها، واول ما تبدأ ريحتها تطلع هنزل بالفريك. الله على الريحة، الريحة طبعا بدأت تطلع حلوة جدا ما شاء الله، وبدأت تدوب معايا كويس قوي. هنزل طبعا بالفريك بالشكل ده، الله على الفريك حلو جدا ما شاء الله، طبعا مغسول كويس قوي ونقعته لمدة نص ساعة زي ما قلت، وبعدها سبته كده يصفي ميته براحته، وبعدها هضيفه على البصل اللي بقى لونه ذهبي. وهبدأ أنزل بالبهارات، وزي ما قلنا عبارة عن قرفة وكزبرة ناشفة وورق لورا وحبهان مطحون ناعم وفلفل أسود بالشكل ده. هبدأ طبعا أستمر كده في التقليب بالشكل ده. أنا عايزة بس الفريك معايا يتشوح كده شوية على النار عشان ما يعجنش معايا، أو لما أضيف له المية ما يبقاش معجن كده ومش حلو معايا، فأهم حاجة أن أنا أشوحه كده على النار كويس قوي. هضيف معلقة كبيرة من الملح، وهبدأ أقلب برضو كويس قوي طبعا عشان الملح يغلف كل أجزاء الفريك. وهنزل بمية سخنة من الكتل بالشكل ده، طبعا نص كيلو من الفريك بياخد كوباية كبيرة من المية بالشكل ده. وأنا مش هسيبه يستوي تسوية كاملة، لأ هي تلات أرباع تسوية بالكتير، وهبدأ أطفي عليه النار، هغطيه كده عشان يستوي براحته. شايفين الفريك طالع حلو قوي ما شاء الله، ومش معجن ولا ماسك في بعضه، طالع حلو قوي، والريحه تجنن. عايزه اقول لكم الريحه حلوه جدا ما شاء الله، وطالع مفلفل وحلو جدا، مش معجن ولا اي حاجه. هبدا انزل بالفريك في صينيه بالشكل ده عشان درجه الحراره بتاعته العاليه دي تقل شويه بالشكل ده. هنزل بكل كمية الفريك وهبدأ أوزعها كويس قوي كده على الصينية بالشكل ده. أهم حاجة أن الفريك يبدأ يبرد معايا حتى أن أنا أبدأ أحشيه. هبدأ أول حاجة أقص كده بالمقص الرقبة بتاعت الحمامة بالشكل ده، لأن الحمام هو بيتاكل من فوق، وأهم حاجة أن أنت تقصي الرقبة بالشكل ده، لأنه هو بيبقى زي الممبار كده، يعني بيبقى محشي وأنت بتاكليه زي الممبار،
فأهم حاجة إن ما يبقاش في أي عظمة أو أي حاجة في جزئية الرقبة. هبدأ أخلي كده الحمامة من الجلد بالشكل ده، بصباعي كده سهلة جدا. هبدأ أدخل صباعي وأبدأ أوزعه كده عشان يخلي الجلد كويس قوي، وهبدأ أحشيه كويس. شايفين ببدأ أحشي إزاي؟ حلو جدا. عايزة أقول لكم ريحة الفريك حلوة قوي ما شاء الله. هبدأ أحشي، وبعدها هبدأ أحشي بين الجلد. وطبعا فايدة الحشو بين الجلد إن هو بيدي طروة حلوة جدا للحم الحمام، وبيديله نكهة حلوة جدا، لأن طبعا زي ما عارفين إن احنا الفريك ضايفين له بصل وضايفين له توابل، فطبعا طعمه حلو ومتنكه، فهيدي النكهة دي في لحم الحمام وهيبقى طري وحلو جدا معانا. اهم حاجة وانا بحشي تحت الجلد ما زودش كمية الفريك تحت الجلد، عشان اول ما اضيف الحمام في الشوربة ما يفكش معايا، لان الفريك بيتضاعف حجمه مع التسوية. فاهم حاجة ان انا احشي بس بكميات قليلة تحت الجلد، عشان ادي فرصة ان الفريك لما يستوي يتضاعف حجمه، فما نلاقيش بقى الحمام فك معانا او الجلد اتقطع والحاجات دي. هبدأ أحشي طبعا. في ناس طبعا بتحشي من تحت، وفي ناس بتحشي من فوق الرقبة بالشكل ده. أنا هبدأ أحشي واحدة معاكم من فوق الرقبة بالشكل كده. شايفين طلع حلو ما شاء الله. تحشيه زي ما بتحشي طبعا الممبار زي ما قلنا. طبعا أنا انتهيت من حشو الحمام، حشيت طبعا الجزئين الحمام بالشكل ده، طالعين حلوين قوي ما شاء الله. حلو جدا ما شاء الله. وطبعا الفريك اللي اتبقى هبدأ انزل بيه في طاجن البايركس بالشكل ده، وهضيف له طبعا جزء من الشوربة بتاعت الحمام، وهدخله الفرن. شايفين بالشكل ده هبدأ اوزعه بالشكل ده، وبعدها هضيف له شوربة. بس اول ما نزل الحمام في الشوربة هضيف من شوربة الحمام نفسها جزء كده منها على الفريك، وهدخل الفريك على الفرن على طول بالشكل ده. وده طبعا اول ما المية بدأت تغلي معايا هنزل طبعا بالبهارات بتاعت الشوربة. وطبعا بهارات الشوربة عبارة عن عود من القرفة وورق لورا وحبهان بودر وكسبرة بودر وفصوص مستكة وفلفل اسود، وهنزل بيهم طبعا كده على النار، وهنزل بعدها بالحمام بالشكل ده. وهبدأ طبعا اوطي النار بالشكل ده، وهسيب الحمام يستوي براحته على نار هادية بالشكل ده. هبدأ أغطي عليه، وبعدها هاخد جزء كده من شوربة الحمام بالشكل ده على الفريك هضيفها، وبعدها هدخل الفريك على الفرن بالشكل ده. أهم حاجة أضيف له الشوربة. عايزة أقول لكم الريحة طالعة حلوة جدا، ريحة الفريك حلوة قوي، وريحة الشوربة تجنن. طبعا المطبخ مش عايزة أقول لكم الريحة عاملة إيه، حلوة جدا. طبعا هنا بدأت أحمر كده شوية من لسان العصفور، وهبدأ أضيفه على الشوربة بتاعت الحمام. وده طبعا قبل ما الحمام يستوي بربع ساعة كده بالشكل ده. شايفين الحمام طالع حلو جدا معايا، ومفكش ولا طرشة ولا الجلد اتفتح ولا اي حاجة. هبدأ اختبره واشوفه استوى ولا لأ. طبعا اختباره ان انتي من الجناح بالشكل ده بتضيفي الشوكة، ولو دخلت يبقى هو كده استوى. طبعا هقول لكم على سر طبعا الحمام ازاي يبقى لامع ويبقى حلو جدا بالشكل ده، وازاي اول ما تحمريه يبقى حلو ولامع والجلد بتاعه حلو جدا ولونه كمان حلو قوي. طبعا انا بضيف معلقة كبيرة من القشطة اللي هي عبارة عن وش اللبن، طبعا كلنا عارفينها. بضيفها كده على الحمام بالشكل ده، وهضيف طاسة على النار وهضيف لها زيت، وأول ما تبدأ تسخن هنزل بيها على الحمام على طول. هبدأ أنزل بالحمام بالشكل ده
شايفين حلو قوي. واهم حاجه زي ما قلت لكم وهي اتركت ان احنا هنضيف قشطه. طبعا بتدي لون حلو جدا للحمام، شايفين الحمام بدا يدي لون حلو قوي وبتدي لمعه حلوه جدا. ده غير كمان ان هي بتخلي طعم الحمام زي اللي فيه سمنه بلدي كده، بيبقى طعمه حلو قوي. شايفين اللون حلو جدا ولامع قوي وتحفه جدا ما شاء الله. وده زي ما قلت لكم سر معلقة القشطة اللي احنا دهنا بيها كده وش الحمام بالشكل ده. شايفين الوصفة طبعا حلوة قوي ما شاء الله، وكمان الريحة حلوة قوي. طبعا جربيه وهتبهري ضيوفك ان شاء الله بالوصفة دي، حلوة جدا وهيبهرهم اكتر لون الحمام وطعمه، لان البهارات اللي فيه مخلية طعمه وريحته حلوين جدا. وكمان حتى الشوربة عايزة اقول لكم ريحتها وطعمها حلو جدا. البهارات مدية ريحة حلوة قوي. وده طبعا طاجن الفريك بعد ما خرج من الفرن، شايفين حلوة جدا ما شاء الله. ودي الشوربة وده الحمام. عايزة اقول لكم الوصفة حلوة جدا، عملنا منها اكتر من حاجة، عملنا شوربة وطاجن فريك وعملنا الحمام، شايفين حلوين جدا ما شاء الله. وعايزة اقول لكم الريحة حلوة قوي، وشايفين كمان الفريك طلع مفلفل وحلو ومستوي كويس قوي. شايفين التسوية حلوة جدا، الله على الطعم حلوة قوي ما شاء الله. هستنى طبعا كل التجارب بتاعتكم عن الوصفة دي وازاي حلوة ولا لأ. دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم.